شو بدك مني؟ ليش اجيتي؟ ليش انت مهتمة؟ بتعرفي شو؟ بتكوني انت مجرد لعبة. انت بس لعبة عند بريدفي، هو قادر يتحكم فيكي بكل شيء. انت مستعدة تعملي اي طلب بيطلبه منك بدون ما تفكري؟ بتعرفي شغلة؟ انت عن جد طلعتي بنت تافهة وما بتفكري. انت ما فيكي عقل. وانا متأكدة انه رفيقك بريدفي الخبيث هو يلي طلب منك تتصلي فيني وتحاولي تحسسيني انك واقفة معي. واكيد طلب كمان تحاولي تكسبي ثقتي. بس انا بعرف شغلة، هذا الشخص الخبيث يلي مفكر كثير فيك هو يلي قتل بريدفي. وبريدفي رفيقك بس عم بيحاول يخبي جريمته البشعة عن طريقك انت. بس خليني اقول لك شغلة مهمة، انا ما رح سامحه ابدا، لانه الشيء اللي عمله المجرم بريدفي جريمة بشعة كثير وما عنده رحمة ابدا، وانا رح اعاقبه باي ثمن. ريدفيك نبهني وقال لي لا توثقي ببريدفي، هو قال لي كذا مره انه انصف معائلة لوترا وكان بده يفضح كل يلي عمله بريدفي قدام ريشاب وكل عائلته. بس انا حاولت انه اتصل ببريدفي لحتى حذره من هالشي هذا قبل ما يصير. انا كان بدي اقول له انه ريدفيك كان بده يكشف الحقيقه قدام عائلة لوترا كلها، بس انا كان بدي امنعه. بس انا الغلطانه، انا ما كان لازم اغلط هالغلطه، لأنه ريدفي كان معه حق وكان متأكد كتير. كان متأكد إنه ريدفي شخص سيء ومخادع، وعلى طول كان يحاول يحذرني منه ويقول لي حاولي إنه ما توثقي فيه أبداً. بس للأسف كل شي انتهى هلأ. كان لازم صدق حكيه. بس أنا ما كنت أسمع كلامه، ما قبلت صدق حكيه. هو دائماً كان يقول لي إنه أنتوا الاثنين محتالين وما بينوثق فيكن، وكان متأكد وعلى طول كان ينبهني منكن. بس أنا ما حاولت صدقه أبداً. أكيد أنت مش شركة معه. وأنا متأكدة إنه أنتوا الاثنين قتلتوا ريدفيك. أنا رح خبر هالحقيقة للمحقق بمركز الشرطة، ورح قل له كمان إنه يلي صار ما كان حادث وإنه أنتوا يلي قتلتوا. بوعدك عاقبكن على هذا الشيء. وفي شغلة، أنا بعرف كل شيء كنتي عم تعمليه مع بريدفي، ولهيك تأكدي منيح إني ما رح سامحكن على اللي عملتوه أبداً. عم تسمعيني؟ انتوا دمرتوا كل شيء وقتلتوا احلى شيء بحياتي. لا مونيشا، انت اكيد غلطانه، انت معصبه كثير هلا وما رح تفهمي علي. بس ما في سبب بيخلي بريدفي يقتله. نحن كنا رفقات ونشتغل مع بعض، مو بريدفي يلي قتله. صدقيني بريدفي هو يلي قتله، لانه بريدفي الخبيث كان عنده اكثر سبب كرمال يقتل ريدفيكو بدون رحمه، وهو له مصلحه بقتله. ما بده ريدفيك يصير شريك مع عائلة لوترا. بريدفي كان خايف من ريدفيك يفضح الحقيقة قدام عائلة لوترا، ولو ريدفيك حكى كل شي بيعرفه قدامهم كانت رح تنتهي اللعبة تبعكن وتقضوا باقي عمركن كله بقلب السجن. وكرمال هيك انتو الاثنين قتلتوا ريدفيك. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.